تناولت معظم الصحف اليوم الثلاثاء أجواء الحملة الانتخابية بعد دخولها اليوم التاسع. جريدة الشعب على صدر صفحتها عنونت: المترشحون ملتزمون بميثاق الأخلاقيات، حيث أشارت إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لم تسجل أي خروقات، مؤكدة على مطالبة المصالح المعنية بحماية المرشحين والصحفيين. وفي منشأة جريدة المجاهد نجد تصريحاً للسلطة المستقلة للانتخابات تطالب فيه بحماية المرشحين وكذلك الطاقم الصحفي المرافق له. وبخصوص تصريحات المرشحين، أوضحت أنها تصب في مجملها في إقناع المواطنين بالمشاركة في الموعد الانتخابي. جريدة البلاد هي الأخرى اهتمت بخطابات المرشحين التي تطغى عليها المواضيع الاجتماعية، وذكرت اليومية أن خطابات المرشحين في تاسع أيام الحملة الانتخابية اهتمت بالمرأة، السكن وزيادات الأجور. الحملة الصعبة للمترشحين الخمسة عنوان اختارته لسواغ دالجيغي في تناولها المفصل للاحتجاجات التي رافقت المرشحين في بعض الولايات، وأوردت أن الفضاءات المخصصة لملصقات صور المرشحين لم تحمل أي واحدة منها لحد الساعة. فيما عادت جريدة الخبر إلى رفض المرشحين للتدخلات الأجنبية في الجزائر وكتبت: المترشحون يلوحون بفزاعة التدخل الخارجي. ورأت الجريدة أن السلطة اعتادت العزف على هذا التوظيف في إطار لعبة المصالح. انفردت جريدة النهار بتسليط الضوء على الجوانب المالية للحملة، وأبرزت بالبنط العريض 50 مليار مصاريف الحملة والحساب بالفواتير. ونقلت الصحيفة عن السلطة الوطنية تأكيدها على ضرورة تبرير المبالغ المالية التي صرفها كل مترشح في حملته الانتخابية، مشيرة إلى إمكانية التوجه إلى الدور الثاني من الانتخابات في حال عجز أي من المرشحين الخمس من تجاوز عتبة 50%.